الحمد لله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان والبيان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاه والسلام على سيد الاولين والاخرين سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم، اللهم صل وسلم وبارك وانعم وزد على سيدنا محمد واله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين. أيها السادة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نطل عليكم من خلال برنامجكم في العبارة إشارة. من الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر نقف من خلال هذا البرنامج عند آية قرآنية كريمة أو حديث نبوي شريف أو عبارة رائقة لعلمائنا أوليائنا صلحائنا مجاهدين شهدائنا نقف من خلالها عند تجربتهم المعرفية ومعاناتهم الذوقية تجاهها من خلالها كما قال سيد القوم سيد ابن عطاء الله السكندري عليه رحمة الله من أذن له في التعبير فهمت عبارته عند الخلق وجليت إليهم إشارته وعبارتنا مقولتنا لنهار اليوم بحول الله تعالى هي لإحدى الشخصيات التربوية التي تزخر بهم الجزائر شخصية من الشخصيات التي عاشت في سياق ظلمة الاستعمار وقهره وكيده هذه الشخصية من بلاد حمزة البويرة حاليا من منطقة سفلات إنه شيخ زروق هذا الشيخ الذي طلق أبهة الدنيا وسعتها ووجاهتها وسبل نفسه في خدمة العلم والتربية والسلوك إنقاذا للأمة من الجهل ومن الانحرافات المختلفة هذه الشخصية شخصية الشيخ زروق عليه رحمة الله في مطلع القرن العشرين أحد الطلبة الذين أخذوا الوردة والذكرى الرحمانية على الشيخ محمد أبو القاسم البوجليلي عليه رحمة الله المتوفى سنة 1898 ميلادية ولعل ما ورثه الشيخ زروق من الشيخ البوجليلي جملة من المبادئ جمله من الاخلاق ذات السند المعنوي المتصل بساداتنا الصحابه وسيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. قلنا طلق ابهه الدنيا ووجاهتها وبنى زاويته في المنطقه وعمل على نشر الذكر والسلوك والتربيه والعلم والمعرفه وتحفيظ القران الكريم والعلوم الشرعيه. اشتهرت هذه الشخصيه بجمله من المقولات والعبارات التي تمثل حقيقه معاناه علماء الجزائر ونخبتها ازاء الوضع الـ 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 الضيق الذي ضيق على الناس حياتهم، معيشتهم، تفكيرهم، امالهم. وضيق عليهم أيضا وحدتهم للأسف الشديد شيخ زروق عليه رحمة الله وهو في زاويته يستقبل طلبة العلم حفاظ كلام الله تبارك وتعالى المستنين بسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاعلا من, زوا من زاويته مأوى لعابر السبيل والفقراء والمساكين والمطرودين والمشردين كانت تأتيه الصدقات والهبات من مختلف الجهات بالإضافه إلى أوقاف الزاويه وما كان ينفقه عليها من ماله وأملا من ماله الخاص وأملاكه في مرة من المرات قدم عليه جمع من الناس بموائد طعام أو الكسكسي في ظل المجاعه والأوبئه والفقر الشديد هذه الموائد التي جاء بها هؤلاء الى الزاويه ودخلوا بها انتهكوا جمله من الخصوصيات في الزاويه واهل الزاويه فنطق صادحا بهذه العباره التي اصبحت شائعه وذائعه في المنطقه وعند طلبته قائلا لا تدهسونا بطعامكم بالدرجة الجزائرية ما دحسوناش بطعامكم بمعنى أن هذه الصدقة منكم لا تتيح لكم اختراق خصوصياتنا أو المن علينا فأصبحت هذه العبارة كما قلت من العبارات الشائعة والذائعة المعبرة عن خلق قرآني وخلق نبوي بجزالة أسلوب ووجازة عبارة تحمل من المعاني الكثيرة ما تحمل يكفي فقط أن نقف عند جملة من الإشارات إزاءها الإشارة الأولى فقه الرجل وعلمه والتوفيق الذي حالفه إزاء طريق الذي سلكه بعد ان طلق الابهه والوجاهه المجتمعيه ثم ان هذه الابهه والوجاهه المجتمعيه وظفها في خدمه الدين وخدمه الجزائريين وخدمه الفقراء والمساكين وطلبه العلم بالاضافه الى ذلك يستلهم ويستشف من عبارته أن الرجل وقاف عند الخصوصيات وقاف عند النصوص عند الآداب والأخلاق لا يكفي أن تتصدق على الفقير أو على المسكين أو على عابر السبيل حتى تنتهك خصوصيته ماديا أو معنويا أو معنويا لأن انتهاك الخصوصية ليس مرتبطا بالمني والاذى بالقول فقط بل يتعداه الى مستويات مختلفه ومتباينه كما هو الحال والشان اليوم بين الدول التي تتدخل في اتخاذ القرارات وتوجيه السياسات وما الى ذلك والامر بالامر يذكر على مستوى البسطاء من المواطنين والفقراء وطلبه العلم أشار الشيخ زروق عليه رحمه الله من خلال هذه العبارة إلى ضرورة ارتباط أفعالنا وسلوكياتنا بدستورنا اللي هو القرآن الكريم يقول الله عز وجل في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولذا الشيخ زروق عليه رحمه الله رفض عبر هذا التصرف من قبل البعض ان يتخذ وسيله للمن والاذى عبر التدخل في خصوصيات الزاويه وخصوصيات طلبه العلم فيها فلكل دار ومدرسه ودوله خصوصياتها لا يحب اهلها ان يطلع الغير عليها ولا يتخذ في سبيل ذلك الصدقات أو الهبات أو المعونة لأجل تحقيق هذه المآرب الدنيئة التي سماها القرآن الكريم أذى ووصفها بأنها أذى والأذى مرفوض فطرة عقلا وشرعا شيخ زروق عليه رحمة الله من خلال هذه العبارة أدب الوافدين إليه ومن خلالهم طلبته إلى على ضرورة التخلق بأخلاق النبوة والعمل على إفشاء الخير القول والفعل والسلوك بعيدا عن مظاهر البخترة مظاهر السيطرة مظاهر المن على اختلاف مستوياته وتعدد مظاهره وفي هذا المقام ايضا اشاره من الشيخ علي رحمه الله عبر هذه العباره الى حديث نبوي شريف يحفظه الجميع وهو حديث السبعه الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل الا ظله منها رجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه في هذا في هذا المقام يمكن ان نستلهم جمله من الاشارات عبر هذه المقوله التي حق لها ان تكتب بماء الذهب وهي تستعيد المراه الى الانخراط في سلك الصلاح في سلك الاستسلام لدين الله عز وجل والحفاظ على خصوصيات الناس لا كما يفعل البعض للاسف الشديد اليوم والحمد لله ان القضيه محصوره من ان ياخذ الصور والفيديوهات امام الفقراء والمساكين يتصدق عليهم فهذا فيه من الاذايه النفسيه ما فيه وهو ما اشار اليه الشيخ زروق عليه رحمه الله من خلال عبارته تلك هذا وان في الاشاره هذا وان في العباره اشاره وفي الاشاره عماره فاعتبروا يا اولي الالباب والسلام عليكم ايها الاحباب